أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة الوصول إلى بيوز لابتوب HP بافليون G6. طبعا كما نشاهد هذا هو رقم موديل اللابتوب. الطريقة بسيطة جدا وهي عن طريق تشغيل جهاز اللابتوب ومن ثم الضغط على زر اسكيب كما نشاهد. بعد ان دخلنا الى هذه القائمة كل ما علينا هو الضغط على زر F10 وبالتالي سوف ننتقل الى البيوز الخاصة بهذا اللابتوب. اذا في البداية زر اسكيب ومن ثم الضغط على زر F10. طبعا الكثيرون يعتقدون عن طريق F2 او عن طريق ديليت، هذا كله لا ينفع. الطريقة الوحيدة للدخول الى البيوز الخاصة بهذا اللابتوب HP بافليون G6 عن طريق الضغط على زر اسكيب ومن ثم الضغط على زر F10. طبعا بعد ان قمنا بالدخول على البيوز الخاصة بهذا اللابتوب تستطيع التنقل بين جميع الأوامر. أنا مثلا أريد أن أعدل بطريقة إقلاعه. كالعادة طريقة الإقلاع بسيطة جدا، لأي أنتقل بأي قرص من هذه الأقراص لأجعله في البداية يقلع عن طريق الضغط على F6 وF5 كما مذكور هنا على الشاشة. نشاهد F6 للصعود F5 للنزول. بعد الانتهاء من التعديل في هذه البيوز كما نشاء بعدة أمور، بضبط الساعة، بضبط إقلاعها وإلى ما هنالك من أمور، نستطيع في النهاية الضغط على زر F10 الضغط على زر F10 لكي نقوم بحفظ كل الأمور التي قمنا بها في التعديل على هذه البيوز. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.